أعزائنا، هنا في بني محمد تستوقفنا بعض النماذج الشعبية كالشعر الشعبي بلغته البسيطة ومعانيه الجميلة. معي هنا الأخت عفاف محمد البديقي، هي إحدى الموهوبات أو المواهب الشعرية في هذه المنطقة. لو أنت طبعاً تكتبي الشعر وتكتبي الخواطر وتكتبي، يعني لو تسمعين حنا ولا قصيدة في هذه الزيارة، يعني نحن في هذه المنطقة. يا هاجس يتحدث ويحكي لها أن حبها ساكن في الوجدان، واشهد يا عالم بأني أحبها، وقلبي بحبها متيم والهاني، ففداها الروح والأهل والخلان. هي حلوة وفاتن منظرها، يبهر منها القلب والأعيان. طيب عفاف، يعني الملاحظ في قصائدك أنا حسب اللي قرأتهم، يعني انك معظم هذه القصائد حقيقي تكتبي، او الخواطر احيانا تكتبيها عن يعني معاناة المنطقة، احتياجات المنطقة. ما رأيك لو نسمع احنا المشاهدين واحدة من هذه القصائد؟ طبعا قصيدة كتبتها على بير تم ترميمه، بير قديم تم ترميمه من قبل فاعلين خير من دولة الكويت العربية الشقيقة. أتيت البير على الباكر، رأيت رائع المنظر، مضخة رفع ألواح شمس زادت روعته أكثر. زال هاجس لدى الفتيات من الطيحة بحبل الجار، فكم من أم قد فقدت لها بنتا بعمر الزهر. تسهل لنا قلب الماء ووقت السقي صار أقصر، يقول للسقي من القاهر وهان البعد بوقت الحر. من الصنبور صار الصب وصار الماء نقي وأطهر، نهدي الشكر والعرفان لكل من شارك ومن دبر، ومن يفتح سويتش الرفع ومن حافظ على المنظر. نقشنا اسمكم في القلب قبل النقش في الدفتر، سقيتونا ماء صافي مذاق أحلى من السكر، ونسقيكم معاني الود والعرفان نتشكر. صلوا على النبي والآل عد السقي فضل وأكثر. جميل، يعني هذه القصيدة عن البير اللي الأثرية اللي تناقلوا عنها حكايات ومش عارف إيش، لأن رمموها وعملوا لها ألواح شمسية. جميل جميل. مشاهدينا، بطبيعة الحال الريف اليمني مليء بالمواهب، لكن بالتأكيد بحاجة إلى الدعم وإلى الصقل أيضاً.